مشاهدينا الكرام، للمزيد حول تكتم النظام السوري على الأعداد الحقيقية المصابة بفيروس كورونا القاتل والمعلومات التي تتحدث عن وصول الفيروس للمعتقلات وما قد يسببه ذلك من إصابة المعتقلين في ظل إهمال طبي متعمد من النظام، ينضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا التركية الحقوقي السوري السيد رضا سطيف. أهلا بكم سيد رضا. بداية، الأمم المتحدة تطالب بوقف كامل لإطلاق النار في سوريا للتفرغ لمكافحة وباء كورونا. على ما استندت الأمم المتحدة على وجود الفيروس القاتل في سوريا والنظام يتكتم؟ مساء الخير سيدي الكريم، لكم ولجميع الأخوة المشاهدين. بداية، الوضع في سوريا غير مخفي على أي أحد وبات واضحا للجميع، سواء من ناحية الانفلات الأمني والوضع الصحي المتردي، إضافة للأمر الأهم والذي ذكرتموه في تقريركم، هو بقاء المجال مفتوح مع إيران. نعم. سواء ذهابا أو إيابا، وقد علمنا جميعنا بما يحصل بإيران من تفشي للوباء، حتى أن إيران ذاتها بمشافيها ومبانيها وكوادرها أصبحت عاجزة عن الإحاطة بهذا الوباء. نعم. حتى نبقي في سوريا جميع الأبواب مفتوحة للإيرانيين كيفما أرادوا ومتى ما أرادوا. ألا ترى أن تصريح المنظمة الدولية بمثابة إدانة لها للنظام في ظل وجود المعلومات عن تفشي المرض وتكتم النظام، وإدانة أيضا للمنظمة وعدم طرح حلول عملية للوقوف أمام النظام للتحرك باتجاه مكافحة الفيروس؟ سيدي، بالنسبة للإدانة للنظام، النظام نعلم جميعنا كم الإدانات التي توجهت له من كافة المؤسسات الدولية، من مجلس الأمن ونزولا لكافة المنظمات، الأمم المتحدة وغيرها، المنظمات الإنسانية والطبية. النظام يضرب بعرض الحائط جميع القرارات وكافة التوجيهات التي تصدر، يعني ملتزم بما تقرره قيادته سواء الموجودة في سوريا أو الموجودة في الخارج وهي إيران. غير ذلك غير ملتزم بشيء هو. أما بالنسبة للمنظمات الطبية الدولية، نعم، فلا نعتبره إداني لها، فهي نعلم جميعنا أن أي منظمة دولية تريد العمل في بلد فهي يجب أن تأخذ موافقة البلد، هذا ما يتذرعون به. نعم. فعندما ستكون على في مكان المساءلة ستقول نحن لم نأخذ الموافقة من الحكومة السورية أو من النظام السوري، وبالتالي فالتبرير موجود لديهم. نعم. يعني المعلومات تشير إلى أن فيروس كورونا بدأ الانتشار في سجون النظام، هل توجد معلومات حول الإجراءات التي يتخذها النظام لمكافحة الفيروس في سجونه؟ سيدي، نعلم جميعنا أن السجون في سوريا هي ليست سجون، وإنما هي أماكن للتشريح وأماكن للقتل، يعني ليست أكثر. لا يتوفر فيها الحد الأدنى من السجون أو معاملة السجناء. إذا كنتم قد رأيتم منذ عدة أيام مركز الحجر الذي افتتحه النظام للمسافرين، من خلال مركز الحجر يمكننا قياس وضع السجون، فإذا كان مركز الحجر هكذا فكيف سيكون وضع السجون التي كانت هي عبارة عن مسالخ بشرية، هي عبارة عن أماكن للإعدام ليست أكثر. فالنظام آخر همه أن يكون هناك اعتناء أو اهتمام بالمساجين أو بالوضع الصحي للمساجين. إلى أي مدى تعتقد أنه كان الاستمرار فتح الحدود السورية أمام المسافرين الإيرانيين وكذلك الميليشيات رغم غلق دول جوار إيران لحدودها معها وعدم قبول الإيرانيين في كل مطارات العالم أنها السبب الرئيس في انتشار فيروس كورونا في سوريا؟ سيدي الكريم، كما ذكرنا منذ قليل، النظام لا يملك قرار غلق الحدود بوجه إيران، فهذا الأمر خارج عن سيطرة النظام نهائيا، فمن يقرره هي القيادة في إيران، هي التي تمنح الإذن وهي التي تمنع. فإن قالوا ستبقى الأبواب مفتوحة، النظام لا يستطيع أن يغلق أو يمنع الإيرانيين من الدخول، فهم المسيطر الفعلي على البلاد كل جوانب الحياة. الحقوقي السوري السيد رضا سطيف، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة أنطاكيا التركية، شكرا جزيلا لك.